وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. وصرح متحدث الرئاسة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري المالية والتضامن وعدد من المسؤولين، حيث اطلع السيد الرئيس على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.